بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أحبائي في قناتنا، قناة تفسير حلو. النهاردة معنا حلم بإذن الله. بيقول صاحبة الحلم، طبعا بتقول أنا ليا بنت متوفية من 8 سنين وبتجيني دايما في الحلم. بتقول لي تعالي يا ماما معايا، وشفتها كأنها لسه ما اندفنتش. رحت التراب كأني ماشية في التراب وشفتها كأنها لسه ما اندفنتش، وأنا بقول لهم ادفنوها ادفنوها، لأن ممكن حاجة تاخدها تاكلها قطة أو حاجة زي كده. طبعا هي منتظرة تفسير الحلم. أقول وبالله التوفيق تفسير الحلم. ادعي لبنتك كتير جدا. هو اولا انت ذهنك معلق بيها، دايما حزينة عليها، فدايما مشتاقة ان انت تروحي لها او تشوفيها او كده. روحي زوريها، طبعا هي طفلة صغيرة لسه يعني، روحي زوريها وحاولي تدعي لها، وحاولي تدعي لنفسك ان ربنا يصبر قلبك عليها، وما تعلقيش ذهنك بحاجة. هي خلاص احتسبيها عند ربنا وصبري نفسك طبعا، ودي ان ربنا يرزقك الصبر والسلوان. هو ده تفسير حلمك. هذا والله تعالى اعلى واعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.